يا الله، دراسة تؤكد أن الشخصية النكدية منتشرة لدي الرجال أكثر من النساء. 63 عند الرجال، 37 عند النساء. فديتنا حتى في النكد، ما احنا نكديين. يعني اللي يقول زوجته نكدية ومملة، لا يا أخي، ترى انتوا النكديين وانتوا المملين. يا مساء الورد، يا مساء الحب، يا صباح الحب والتفاؤل حسب التوقيت اللي بتشوفوا في الفيديو. أتمنى إنه كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم موضوعنا طرق للتعامل مع شريك الحياة الممل. ما أصعب التعامل مع شريك الحياة الممل؟ أكيد متابعاتي اللي دائما بيطلبون مني إيش الطرق للتعامل مع أزواجنا المملين. البعض بيقبل بجلسة كوتش حتى يكتشف هو نفسه. طبعا في جلسات الكوتش بيرتفع مستوى الوعي عند الشخص، وبيكتشف نفسه، وبيكتشف مدى جمالية وروعة العقلية اللي هو عايش فيها. لما يكتشف الإنسان نفسه بيقدر يتعامل مع أي كائن من كان. طيب، بس اليوم ما رح نتكلم عن الكوتش، وإيش الأشياء اللي أنا قاعدة أقدمها للناس اللي بتجي وتطلب مني جلسات كوتش. اليوم موضوعنا طرق للتعامل مع شريك الحياة الممل. خلونا نعرف أول طريقة. حاولوا قد ما تقدروا إنه شريك حياتكم الممل ما تعارضوا، لأن هذا الشخص غير قابل للتغيير. هذا الشخص غير قابل للتغيير. ثاني شغلة، عدم الضحك بشكل أو بصوت عالي، لأن ذلك قد يزعجه. ثالث شغلة، مدح الآخرين أمامه قد يزعجه. محاولة أو التقليل أو الابتعاد عن الأحاديث التي تحتوي على بعض النكات أو المواقف المضحكة، راح يكشر باختصار. رابع شغلة، إذا كان شريك حياتك لا يحب الخروج من المنزل، محاولة تسلية ذاتك أو تسلية ذاتك بطريقة خاصة، خطط أو خططي للخروج وحدك، أو تعلمي شلون تسلين نفسك داخل البيت، أو إن أنت تتعلم تسلي حالك داخل البيت، لأنه شريك حياتك هذا ما راح يتغير. خامس شغلة، انتبهوا لا تطلقوا عليه صفة الممل، لأن ذلك راح يخلي هذا الشخص فجأة يتحول لشخص عدواني. سادس شغلة، القيام بواجباتك تجاه نفسك وتجاه حياتك الزوجية بدون ما تستشيري شريك حياتك هذا، لأنه راح يعصب وراح ممكن يتحول لشخص عدواني فجأة. سابع شغلة، محاولة إضحاكه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لرسم الابتسامة على وجهه قد تجعله عدوانيا. ثامن شغلة، إذا كان مملا أيضا في العلاقة الحميمية، فعليك جلب الإثارة بشكل غير مباشر، لأن بالنسبة له هذه الطريقة هي الطريقة المثالية. شريكة حياتك مملة حتى في العلاقة الحميمية، شريك حياتك ممل في العلاقة الحميمية، ما عليك غير أن أنت تكوني مثيرة، ممكن أنت تكون مثير وتجلب الأشياء الجميلة والرائعة لحياتكم، لأن شريك حياتك عمره ما راح يتغير ولا عمره راح يفكر بطرق جديدة في علاقتكم الحميمية. آخر نقطة، الاستماع إلى أحاديثه المملة بالنسبة لك أو بالنسبة لك هي شغلة دائما بترهقك. لذلك رسالة لك أيتها الجميلة، أيتها الرقيقة، أيتها المميزة، أيتها الأنثى، إذا كانت تصرفات زوجك المملة تسبب لك بعض التعاسة، فعليك بالصراحة بأن تصرفاته تسبب لك الإزعاج وأنها تفقدك سعادتك التي حلمت بها.
وإن حبه سيزيد إذا توقف عن بعض التصرفات المملة. وأنت رقيقة وجميلة ومميزة، تستطيعين جعله يتغير. بصراحة دائما أقولها وراح أظل أقولها، نحن السيدات قادرات على التعامل والتعايش مع أي كائن من كان. نقطة أتمنى إنه ما ولا أي زوجين يوصلوا لها، إذا كان الشخص الممل هذا مرت مادة بعد جلسة تصارح، بعد جلسة حوار، وما زال هو مصير على إنه يبغى يظل شخص ممل، ممكن تهددي بالانفصال. لأن ممكن هذا الشخص لما تقولي له إما إنك تتغير أو ننفصل، ممكن ينظر للأمور بمنظار مختلف. لذلك أقول لكم أتمنى ما في أي زوجين يوصلوا لهذه النقطة، إنك تخيري ما بين التغيير أو الطلاق. أتمنى إني ما طولت عليكم بالفيديو، كان خفيف ولطيف عليكم يا أجمل وأروع متابعين. ولا تنسون لايك، شير، اشتراك في القناة. تعليقاتكم دائما تسعدني ودائما بتخليني أشوف إيش المواضيع اللي أنتوا تحتاجوها. أقرأ ترى كل تعليق لكم، وأنتوا عارفين كل ما فضيت بقرأ كل تعليقاتكم، بحط لكم قلوب وبرد عليكم وبشير لكم على مواضيع سابقة. وإذا في موضوع ما عملته دائما بقول لكم ابشروا من عيوني، بعمل لكم إياه. أشوفكم على خير، الله يسعدكم.